ظرف اخر شهر رمضان اول عيد ما ندري متى تبي تحجز تروح تسافر، الناس قاعده ببلبله يعني هذا ما هو ارباك المجتمع يا جماعه الان، مو مثل قبل تلقي رحلتك او يومك الحين تروح عليك تذكره فندق يروح عليك كل شيء قاعد تحجز مسبق، ما تقدر ما تدري باكر رمضان باكر عيد ما تدري. لا مره صوموا الناس في العيد هذه صارت وايد دي، فالدين يسر يا جماعة الدين يسر، فإحنا يجب أن نتبع الأمور اللي وضعها الفلكي ونمشي عليها. أما يقولك والله الفلكي كلامه ظني هذا كلام مو صحيح، وأنا أعطيك مثال، أنت الحين لما تصلي الظهر وين تروح؟ تروح برا الشمس طالع الشمس الساعة وش تصلي الساعة من اللي وضعها لك عدو ولا؟ فأنت هني قاعد في بيتك تصلي تدري الظهر متى أو العصر أو المغرب، بس هناك تقول لا ما يصير على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أكيد حديث يعني، بس إنه في أشياء أمور قاعد تضر المجتمع، يعني أولى إنه نحافظ على راحة المجتمع في هذه الأمور. يعني الآن بدأت الناس تسافر تروح مو مثل قبل، قبل ما في ناس ما عنده مشكلة اليوم باكر لا يسافر ولا شيء، وحتى مرات قبل اللي في شعيبة يصومون غير اللي في جهرة، يعني نتكلم من 60-70 سنة صح ولا لا؟ اللي في بريدة غير عنيزة غير جدة، كل واحد حسب رؤيته ما صار شيء ما في مشكلة. وبالنهاية مهما كان ما يصير تتفق الأرض كلها على يوم واحد، مستحيل الأرض كروية. يعني الحين عندنا مثلا الخط التاريخ الدولي اللي هو وراء اليابان شرق اليابان يسمونه خط التاريخ الدولي اللي هو 180 درجة من غرينتش، هذا خط لو هني صرت يوم الاثنين هني يوم الأحد، بس بريورك تخطر خطرة يعني كذي تكون هني يوم الاثنين تكون هني يوم الأحد، فلازم يصير يومين دائما في الأرض، لازم في يومين ما يصير توحد العالم كله بيوم واحد. فالناس مشكلة ما تدري مو عارف الأمور هذه. تعقيب بس محمد والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، فتعليل الحكم بقضية الأمية أظن هذا الأمر في الزمن الحالي ارتفع الآن خلاص، فكان يعني كان في موجب الرؤية في زمن ما أقول ننكر الرؤية، لكن لها آليات نفس ما ذكر بعض العلماء أنها تؤخذ خاصة بالنفي بالذات النفي لأن النفي خطير. أدوات في ذاك الزمن اختلفت، يعني حتى العلة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن العلة الموجودة في الزمن الحالي الآن، الناس ما ذكرت الإسلام أن الموضوع الآن مختلف، هذه بس تعقيب. إنهم صحيح بس الفلكيين ما يختلفون، شوف كأرقام فلكية ما يختلفون، بس في بعضهم يعر للأسف يعني. يعني لاحظ أن شهر بداية رمضان صار خلاف بيني وبين الجماعة، أول شيء قالوا هذا الشيء وما عرف الحين يرد عليه. أنا عليه أنا قلت له أنا ريال سيدي وربي يعرفوني كلهم عايش مع عوازب أصلا وعجمان ومطران كلهم ربي يعرف طول عمري، ومع احترامي للشيعة بكل أطوافهم ولا عندي فرق ولا شيء وأحبهم كلهم، لكن ايش دخل موضوع الشيعي سني بالموضوع؟ أنا قاعد أتكلم علمي، قاعد أقول لك أنت تحتاج إبرة خذ إبرة بنسلين، لأن تقول لا هذا شيعي ما يصير يقول بنسلين. يا جماعة شوف هذه الأفكار الفاسدة اللي منتشرة بين الناس، وقال جاب له معمم في البيت، يعني الحين انا اتكلم عن رمضان اجيب لي معمم وادر الحضور كلهم سنه، يعني حتى العارض ما لا يعمل، حتى لو جبته شو المشكله؟ جبت يهودي نصراني يتكلم في الموضوع شو المشكله؟ اسمع وجهه نظري يعني صح ولا لا؟ صحيح، بس هل انا التزم فيه؟ لا، هذا تقويمي طلعته شو طلعته 2002، اتحدى اي واحد يلقى في اي اسمحوا لي يعني على الشيعة، أنا أحب الشيعة ومتعب في أي شيء ذكر للشيعة، يعني علي أو فاطمة أو شهر أو يوم فلان أو يوم فلان، ما في شيء ما في شيء،
سني 100%. قاموا ابو حمد هو بس كلامك عن التمنه، يعني هذه اللي ما عنده بضاعه العلم وانسان يبي يحول الامور الى شخصانيه. الرجل هذا يعني حتى لا احترم السن ولا احترم العلم ولا احترم، وبعدين حاطب ليل الرياض مو يعني هذه شو اسوي له بس يعني هو بس فول فولورز وايد عنده. ف شنو طلع علي عشان ما ابيعه؟ هذا شيعي، هذا تقويم شيعي واخ بدر يدري السالفه. محاربتي اني انا اذا شيعي ما اشتريه، فانا انكسرت ترى، انا ما وقفت من 2008 ما قلت له ما حد يشتري، طالع ليش ما يشتري. متى كانت بداياتك الفلكيه؟ يعني متى بديت تتعلم الفلك؟ من انا عمري 18 كذي بديت اطالع النجوم وراقب، وكنت كل يوم اروح السطح مع طلوع الشمس وحاط لي عصا ظلها على الطوفه، احط له شخطه، اجي بعد كم يوم احط شخطه، فاشوف اختلاف يعني مو نفس المكان، فعرفت ان الشمس ما تطلع موقع واحد. طبعا ما كان عندي لا كتب ولا شيء، يعني من مخي سويت جهاز الربع المجيد اللي هو عباره عن دائره وفي بندول وفي مثل قصبه تطلع على النجم ارتفاع، وما زال موجود عندي، طالع ارتفاع القمر والنجم تعرف كم درجه ارتفاع الارض. اضافه لان كنت اروح اقعد مع الشيبان لهم عوازم اجمام، كانوا تدري قبل شعيبه ما عندنا ليتات في الشوارع ولا شيء، بنيه ما في تحتيه يعني رمل كله. فكان اي سنه ابو هذا بال 68 لا شعيب بعدين شالوه كلها بدون يعني شالوه. مسوي كتاب انا عنها الحين، راح صاحب الديوانيه وهدي خالد وهدي كبير السن بيكم، كتاب مال شعيب بعطيك اياه هناك خله بعد كيس. انا مسوي كتاب عن القريه الشعيبه سكانها بدو وحضر، ما ظل منها شيء الا المسجد، بس المسجد. كنت اسالهم صراحه، كان تدري اول ما يبدا الصيف حطوا بسطه وقهوه وشاي وسوالف، تدري سوالف بدو زينه. فكنت اسالهم هذا شنو هذا، يقولوا لي مرزه وهذا ثريا وكذا. طبعا هذه بدايات، بعدين طحت على كتب لجيب وقمت اقراها. يعني انا عندي كتاب من 67 طلعه اسمه تقويم 2000 عام، حاط تقويم 2000 عام 67 بالنسبه لي الهجري والميلادي بدايه الشهور كلها 2000 سنه. طبعا هو الحين انتهى هذا الكتاب لانه بدا من 2000 سنه تقريبا. دشيت الجامعه درست جغرافيا ودرسونا فلك وارصاد، طبعا مبادئ بس انه تعطيك بداية يعني. بس أنا كنت أقرأ وايد يعني صراحة، يعني ما أمدح نفسي، أي شيء أبى أطلعه لازم أطلع أقرأ أطلع كتب، أشتري كتب. يوم دش معانا الكمبيوتر والنت، ليش؟ لأن أنت إذا عندك هواية تحب لازم تكملها. فكرت أسوي تقويم، مو أنا فكرت، واحد من ربع قال لي ليش ما أسوي تقويم. الحجي هذا كان 94 كمان درسوا، الحين انا لحد الان تقويم مو بس سهوله، تدري انت تقويم ما تسويه يعني ما تقدر تروح تجيب تقويم عجيري تطبع مره ثانيه، لانه هو ما يطلع الا شهر 11، انت اذا بتطبع لازم تبلش من شهر 3، يعني ما يطلعون التقويم، لازم تدرس. قعدت ادرس واعرف طلع سوالف، يعني اللي خلتني اقدر اسوي تقويم حتى سنة 2002 طلعت تقويم، اول تقويم طلعته الحمد لله يعني. وما زلت طالب حد الان، انا اتعلم سواء من الناس او من المصادر. عندك صحة وعافية وطول العمر. كنا طلعنا من الموضوع نرجع موضوعنا الاخر. ابو محمد بس تاخذ ترى العشاء.
الله خير. والله ما عليك، راح اذا ودك نكمل خلال ال... شوف تبون قاعد لوحده ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله، بس انا مستمتعين والله وياك مستمتعين، انا استمتع انك ناس تسمع وتتعلم ندلش، هذه احسن متعه، واستمتع من الاسئله لان الاسئله مرات تتعلم منها. صح، مرات واحد يسالك سؤال ما تعرف تجاوبه تروح تبحث عنه. يعني متعة الحياة جماعة ترى بالعلم، تعلم أشياء، تعرف مواضيع كثيرة. يعني أنا ما أمدح نفسي بس يعني شوف أنا تكلمت كذا موضوع الآن، كذا موضوع ومجال عندي أقدر أتكلم، وأتمنى كل واحد منكم يعني يصير يوم من الأيام، ترى ما هي صعبة، بس تبي واحد يبدأ. يعني أخوي بدر معايا أنا من 96 نادي العلمي كان، من الناس النشطاء اللي كانوا وبدأ بالتصوير. طبعاً أبو علي صار له 5 سنين تصوير. أنا بداية 2006. إيه. 2006. 2006. وطلع كتاب على التصوير الفلكي صح؟ صحيح. يعني شوف كان وقتها صغير يصور وأجهزته ومعداته. فلو ما عنده طموح ما بدأ في العملية. ما يعني ما في إنسان يبدأ كذي بين يوم وليلة. الحين في ناس مثلاً كبار سن تلقى عمره 50 هذا يجي يطلع تصريح عن الفلك، يجي يطلع تصريح عن الأرصاد الجوية. أنت وين طول هالسنين هذا اشتغل؟ ما عنده خلفية. الحين بقى بس يبطل النت أو تطبيقات يقول لك ترجع لكم مطار. أنت يعني ما يصير يا جماعة، ما يصير. إذا واحد ما يبدأ من الأساس، والله أنا ما أمدح نفسي، أنا من 67 سكرت عندي سجلات، كنت أسجل يوم بيوم، اليوم مطر، اليوم برد، اليوم غبار، اليوم حر، اليوم لبسنا صيفي، اليوم لبسنا شتوي، اليوم شقنا المكيف، اليوم موجودة ما زالت عندي من هذاك الوقت. فصار عندك خلفية، ما يجي واحد يجي آخر عمره أو كذا بدون يعني مبادئ أساسية يدش في موضوع. أنا ما عندي مشكلة إنه يدش الواحد بالأسف، بس خلي يدش دش صحيح، خلي يعرف. أنت لما تتكلم عن الأرصاد الجوية مثلاً، أنت لازم تعرف شنو شلون تكون الأرصاد الجوية، شنو مكوناتها، ما هي العناصر الأساسية عشان أنت تتكلم عن الجو، خلفيات اللي عندك، الحوادث اللي مرت عليك، لازم عندك أشياء تعرفها قبل لا تتكلم في موضوع. أنت كلكم طبعاً عارفين المهندس ما يدش في موضوع يتكلم إلا إنه عارفه. ما يصير واحد يجيك بس راكب سيارته وقاعد يتكلم بالهندسة، ما يصير، ما يصير. يعني كل واحد لازم له شيء، وما يمنع الواحد عنده أكثر من اختصاص بعد. يعني قبل فلكيين العرب كان منجم فلكي ورياضي طبيب كل شيء، عالم موسوعي كل شيء عندهم، لأنه خلاص هو قاعد يعيش بالطريقة هذه. فما يمنع الإنسان يتعلم، لأن هي متعة الإنسان في الحياة إنه يتعلم يا جماعة، هذا أهم شيء. ما عليك من فلوس خرابيط، فلوس ما تسوي شيء، تسويك المتعة لما تقعد مع جلسة حلوة مع ناس طيبين وتحس إنك تتبادل معهم الحديث، هذا أهم شيء يا جماعة. زين الحين شو تسوي؟ روح تعشى. من أصغر واحد قبل أن تعشى محمود يبيس عند. تفضل تفضل، ما عندي مشكلة. الحين شو اسمه؟ ماما أينشتاين يقول هو كان يقيس النجوم كل يوم، كان يسجل يقول النجوم كانت تبعد كل يوم، يقول بعدين عرف إن الكون قاعد يتوسع. يعني شنو نوعية التوسع هذا؟ وين راح يوصل؟ وقت الفاجئ أقول محمد هبل اللي هو كان ليش حسب قبل العالم ما يعرفون عن المجرات بعد سنة 30 شيء. ما كان يعرفون في مجرات، كان حاطين لها ارقام هذا بس ما يدرون ان في مجره مثل مجره. هابل طال عمرك استخدم تلسكوب عنده واكتشف المجرات، بعدين بدا يدرس طبعا قعد سنين شافوا قاعد يتحركون المجره، اليوم شاف هني باكر شاف هني باكر شاف هني، فبدا شاف وهذا يتحرك من هناك، فقال الكون قاعد يتوسع. أنا ودرس المجرة، فالكون عنده قاعد يتوسع، وضع قانون لتوسع
الكون معادله معينه يمكن ما ادري كم كيلو متر بالثانيه وكذا احنا ناسيها، مع ان عدلوها بالسنين الاخيره يعني بعد الارصاد الحديثه حطوا رقم معين بس يسمونه يعني معادله هابل لتوسع الكون. فكلامك صح، جزاك الله خير يعني ذكرتنا الموضوع. ثابت هبل ابو ثابت هبل ثابت هبل هنا جزاك الله خير ابو محمد حبيبي شرفك تفضل. واحنا نكمل راح نقعد بس عاده بعد المحاضره ابو محمد